ولسه مع اخبار النادي الاهلي اللي اعلن الاسبوع ده عن طريق الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي في النادي الاهلي عن التعاقد مع روان سعيد عبد الله لتدعيم صفوف الفريق الاول لكره اليد سيدات بالنادي الاهلي خلال الموسم الجاري وبعقد حتى 4 سنوات. ده خبر مهم لان النادي الاهلي بيدعم كل الالعاب الرياضيه، بيدعم الالعاب الفرديه والجماعيه زي ما هنشوف في الخبر اللي جاي كمان معانا. النادي الاهلي في تطور مستمر في كل الالعاب، بيحاول يحافظ على الصداره في كل الالعاب. كابتن خالد العوضي عامل مجهود رائع الحقيقه مع كل الالعاب الجماعيه والفرديه في النادي الاهلي. كمان فريق كره اليد سيدات كان عنده ملحمه الاسبوع ده في بطوله في الكويت، هنتكلم عنها كمان لما نروح لنتائج ماتشات الاسبوع السابق في الالعاب الاخرى في النادي الاهلي يعني. ونروح لانجاز عالمي جديد بقى داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي مصطفى عسل لاعب فريق النادي الاهلي للسكواش فتح المجال مش بس للفريق الاول للنادي الاهلي في السكواش، لا مصطفى عسل الحقيقه خلى الناشئين في النادي الاهلي في لعبه السكواش عينيهم على البطوله. انجاز عالمي جديد بعد ما فاروق احمد ويوسف هشام لاعبي الاسكواش بالنادي الاهلي حصد بطوله امريكا المفتوحه للاسكواش، وطبعا حسم فاروق احمد لقب البطوله تحت 13 عام فيما حصد يوسف هشام لاعب الاهلي لقب البطوله تحت 17 عام. طبعا انجازات الاسكواش في مصر عموما عالميه وكل البطولات العالميه محتكره من اللعيبه المصريين، لكن هذا الانجاز في النادي الاهلي هذه المره يعني. واحنا كالعاده فخورين بنجوم النادي الاهلي اللي بيحققوا بطولات عالميه امثال لعيب الاسكواش وكل الالعاب داخل النادي الاهلي.